Mir is the blood test used to look for or search abnormal in the blood cells. يعني أنا راح أسوي search على ال cell اللي راح تكون abnormal found in the blood. We have three types أو three main blood cells. تمام راح ال focus راح يكون تركيزنا عليها اللي هي red blood cells. تمام اللي هتكون كاريك أكسجين والوايت بلاد سيلز اللي هي very important in the immune system اللي راح protected البادي from virus, bacteria, parasite, fungi كلها راح تحمي الجسم من عدها. Also عندنا البلاتيت that's very important in the blood clotting وهاي معلومات كلها احنا ما اخذيها قبل. اوكي بس شوية نسويها refresh. المين بلاد سيلز هي 3 الريد والوايت والبليتد. مثل ما نعرف انه الريد راح تكون كاريك اوكسجين الوايت بلاد سيلز راح تساعد البادي بتساعد الاميون سيستم بحمايه الجسم. also عندنا البليتد اللي راح يكون very important بالبروسيس كلوتينج راح اسوي عمليه الكلوتينج. ال important of the blood smear أني عمود إنه هذا التست I take information about the number and the shape of the red blood cells, white blood cells, also plated. Okay, I check up the number and the shape. Then maybe the different number of the red blood cells can cause a disease. تمام راح يختلف عن الديزيز اللي راح يكون سبب different of the shape of the red blood cells. اوكي يعني عندنا some disease اللي هتكون السبب مالتها هو الاختلاف بالنمبر واكو امراض راح يكون السبب مالتها different the shape of the red blood cells. تمام also the same the same that بالوايت بلاد سيلز وبالبليتد. تمام طبعا to help blood smear help doctor to diagnosis of the different medical نقدر نقول كيسات مختلفة راح يساعده انه شخص. اوكي irregular in shape and the number of the red blood cells الافكت مالتها راح يكون على caring of the oxygen. تمام الكيرو when we have decreases increases in the oxygen carrying راح يسبب لنا also decreases in the mineral and vitamin. تمام لان احنا نعرف البلاد اللي هو حيكون transport the vitamin كل المينرال اللي راح يحتاجها الجسم هو البلاد راح يكون transport. تمام أني من راح يكون عندي نقص نقص بالنمبر أول شيء راح يصير عندي راح يصير decreases بالكاريك أكسجين. هذا decreases بالكاريك أكسجين راح يسبب عندنا also decreases بالمينرال أو فيتامين. تمام راح يسبب لنا also نقص مالتها. also we have some diseases inherited. تمام اللي راح تكون مثل عندنا السكلسل انيميا. هاي السكلسل انيميا طبعا هو inherited disease مرض وراثي. تمام يعني هو فد شيء اكو اختلاف بالجينات فانا راح يكون هو مرض وراثي. هاي بالنسبه للريد بلاد سيلز. اما الوايت وي هاف احنا نعرفها إنه الوايت بلاد سيلز هي very important in the immune system. Immune system cannot work without white blood cells. تمام؟ لأن هي شنو راح تساعد إنه protect yourself من any infection, أي عدوى, أي التهابات بالجسم هو هي راح تقوم تهاجمها. تمام؟ هاي بالنسبة للوايت بلاد سيلز. أما عندنا الـ abnormality
of the shape and the number of the white blood cells that sink of the platelet disorder. Had also irregular shape and the number of the white blood cells effect on the number and the shape of the platelet. راح تأثر على البليتيت also. من الإفكت مالتها راح يكون على البليتيت. البليتيت راح يكون عندنا راح يكون عندنا خلل أو disordered in the clotting process. أما راح يكون عندنا وقت الكلوتينج بري عنكم كلش قليل تمام فيسبب عندنا البليدينج أو راح يكون الكلوتينج مالتنا كلش عالي الصفائحات من راح يصير بيها انكريزز بسبب ان كلوتينج بالارتري وتكون لنا بلوكس هاي البلوكس راح تسوي لنا كلوز للارتري تمام فانه اكو علاقه ريليشن شيب بتوين الوايت بلاد سيلز ويا البليتج اذا عندنا الوايت بلاد سيلز بيها اي ديفكت او اي بروبلم هاي الديفكت والبروبلم حتكون افكت على البليتج تمام هاي البليتج الإفكت مالتها راح يكون على الكلوتينج أما يسبب عندي بليدينج تمام يعني البلد مالتي مدى يصير كلوتينج بالوقت المناسب أو راح يصير عندي كلوتينج تتكون من البلوكس بالأرتري أو وسوي عندنا كلوز سوي عندنا أمراض أوكي Why is blood smear down? أنا ليش أسويها؟ أول شيء على مود إنه نشخص to diagnose difficult cases. أول شيء عندنا أنا explain jaundice اللي هو اليرقان تمام؟ عندنا اليرقان الغير متوقع أو الغير مبرر تمام؟ Also أنا explain anemia. Anemia اللي هي low level of the normal red blood cells. The abnormal brushing. البرشنج هنا راح تكون اللي احنا نسميها بالعربي الكدمات اوكي اني بيرسون راح تكون على سكين مات برشر وحده ون اوف ذا تيست دكتور نيد هي البلاد سمير هاي البلاد سمير على مود انه وحده من التستات المهمه اللي راح يعملها also present of flu-like symptoms هنا عندنا الأعراض تشبه الإنفلونزا. Also the blood smear one important test. تمام. Sad weight loss يعني any person راح يفقد الوزن مات suddenly. ف also the blood smear ضروري إنه to down. Also عندنا surface infection the skin rashes الطفح على السكين. طبعا هاي الإصابات النقطة اللي قبلها الإصابات أو العدوى الشديدة يعني شيء أكيد إنه نسويها بلاد سمير. السكين عشان أي طفح راح يطلع على السكين ضروري also والبون بين ال أي بين عند البون راح نسوي البلاد سمير. هاي بالنسبة نقدر نقول الكيسات That cases I need to work blood smear. تمام؟ ليش أنا أسوي blood smear هنا أنا؟ أو والكيسات اللي أحتاج أنا أسوي بيها blood smear. blood smear هنا أنا شو راح تكون ال procedure مالتها؟ procedure مالتها طبعاً أنا أول first thing I take blood from the patient. I can't take blood from the vein. Okay. راح اسحب blood من البين. Also, I can't take blood from the finger by lancet. تمام. If you I take blood from the vein, I put in the tube EDTA. تمام. Tube EDTA and max. اسوي لها mix بسيط. هذا الميكس راح تمتزج ال EDTA with symbol of the blood. Then هذا سؤال لكم. Why use EDTA tube
and what color of the EDTA tube? Hey, Ahmed. على مود بيك خايفة اوكي بس اللون مو احمر what color of the tube EDTA اي لا وبعثها رقية اكتر هو ما احنا كنا نستخدم المختبر شان بس صوت شي قطع ما احمر احنا كنا نستخدم التشام بي EDTA لا مو احمر هو كان عندنا احمر ازرق لا لا مو ازرق اخذناه بالمحاضره السابقه لون الكبر اوكي الا ثانك يو رقيه رقيه كان يو انسر دكتوره هو الرد أي والله ما سمعت صوتي قطع. أوكي آمنة. Can you answer؟ دكتورة أصفر؟ نو هذا دليل إنه واحد قاري محاضرة الأسبوع. تشوف الـ EDTA الكبر مالته شلون لونه؟ اللون اليلو ذاك الجلو تيوب. تمام؟ والجلو تيوب إحنا قلنا نستخدمه بال دكتورة بالبايوكيمستري نعم دكتورة الرصاصي نو لا شكرا منو بعد منو بعد رافع ايده آمنة آمنة انت الجواب ارجعوا المحاضرة محاضرة ذاك الأسبوع افتحوها شوفوا لي الـ EDTA tube any color اي دشني can you answer دكتورة purple بنفسجي purple extend إن عندنا two type of the EDTA two type of the tube purple on the pink البيربل قلنا اللي حيكون فاكيوم اللي when you put the needle of the syringe the blood direct راح ينزل بالتيوب اوكي بينما البينك I can open and close by hand تمام واني اللي حنزل البلد ما ترى حيكون على الوول اوكي نرجع والسبب ليش راح نستخدم الـ EDTA لان البلد مثل ما قال احمد البلد راح يبقى main fluid don't clotting تمام اذا البلد صار clotting I cannot work test تمام لان انا الريزلت مالتي راح تطلع عندي false اوكي لحد هنا المحاضرة clear have you any question repeat any Anything? دكتورة نعم بس انه اكو فيديو يعني رسلوا انه عن المحاضرة انه عادي نستخدم انه التيوب الاحمر يعني ما يصير نستخدمه ما هو هم بي اي دي تي اي يعني اكو تيوب يعني يكون مالتي لونه احمر يكون بي اي دي تي اي فبالتالي يعني لو انه شرط انه يكون البيربل تيوب هو اكو تيوب احمر بس هذا التيوب الاحمر ما متوفر بكل مكان تمام التيوب اللي نستخدمه واللي هسه يعني نقدر نقول ستاندر بكل المختبرات اللي هو حيكون الـ EDTA لان الـ EDTA we have B type تمام في اكو K2 EDTA واكو K3 EDTA يعني مو كلها EDTA تمام اكو اختلاف اكو وياها ارتباط البوتاسيوم بحسب نوع التست فاحنا الهيماتولوجي راح نستخدم الـ EDTA الموجود بالبيربل اوكي بالمناسبه والفيديو اللي انا دزيته لكم اللي كان مستخدم هو البيربل
تمام اذا وصلكم الفيديو لسام اعرض لكم اياه. تمام نرجع للبروسيجر مالتنا. كنا I take blood from the patient. اذا من الفين I put in the tube EDTA مكس بسيط راح اسويها and I take a drop of the blood and put the end of the slide okay and use another slide to brush the drop of the blood. راح تنفرش عندي على السلايد. ان هذا الدروب لازم تكون ميديوم لا بيك ولا سمول على مود تنطيني المسحه كوركت. بالاضافه الى انه لازم ان هذا لازم تكون السميم مالتي دونت ثيك تمام راح تكون ثيك. I cannot differentiation between white blood cells and red blood cells تمام. كل شيء ما راح اميز راح اشوفها كلها قطعة حمراء. Also don't very thin ما راح تكون very thin اني يعني ما راح اشوف very small a letter of the white blood cells تمام او البليتد والريد بلود سيلز. فلازم تكون وسط لا هي كلش thin ولا هي راح تكون كلش نقدر نقولها عنها thick. After that I leave to من 3 إلى 5 minutes to dry. Okay. After that I stain with the any stain موجود found in the lab. بس أكثر الصبغات اللي راح نستخدمها اللي هي ميثيلين بلو تمام ميثيلين بلو أو أو ليشمانيا stain تمام أي أربع أنواع صبغات أو رايت stain. هاي ثلاث صبغات أني أي وحدة توفر عندي بالمختبر أنا راح أستخدمها تمام. Also I leave 10 minutes. After that I wash with distilled water. بعد ما أنا سويت لها الوش بالdistilled water راح also هم أتركها لي 2 minutes to dry على مود الجف من الdistilled water. After that I put on the microscope and see the white blood cells will red blood cells or the blated. تمام هعيد طريقة العمل ماتي بالعربي تمام. بالنسبة لما يفتهمون العربي واضح من الانجليش لو اعيده بعد هعيدها بالعربي. اذا احد بعد عنده سؤال او ما افتهم نقطة اهم اعيد لكم اياها. اول شيء انا اخذت بلاد من البيشنت خليته على واحد من اطراف السلايد. استخدم سلايد ثاني تمام راح يكون احرك على قطره البلاط. قطره البلاط راح تنتشر على زاويه السلايد وافرشها باتجاه واحد تمام. يعني انا ما احرك من اكثر اتجاه اتجاه وحركه واحده بس. راح اخليها تجف تقريبا من 5-3 دقائق. راح تبدي من الاطراف وراح يجف البلاط. بعدها اني راح اسوي التصبيغ. التصبيغ اما بالميثيلين بلو او بالرايت باللايت ستين او بالرايت ستين او بالليشمانيوم تمام. راح اصبغها. بعد ما صبغتها اتركها فد 10 دقائق عمرها مود تصبغ تمام. بعد ما اتركها تصبغ فد 10 دقائق انا راح اغسلها بالديستل ووتر. بعد ما غسلتها بالديستل ووتر اخليها شويه تنشف واخليها بالمايكروسكوب واشوف الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز او البليتد. زين انا ليش خليتها تجف اول شيء من قبل التصبيغ؟ لان يعني من راح اخلي الصبغه راح يمتزج راح يصير ماكس ويا البلاك والصبغه وتروح العينه مالتي تمام. من اجي اني ابحث ما الي عينه اوكي. فالخطوات مالت الجفاف لازم كلش مهم اوكي. وبالنسبه للهوم وورك عندكم هوم وورك اللي هو واي يوز ستين. ليش أنا راح أستخدم الصبغات؟ شنو الغرض؟ أو what is the purpose of the use listing؟ تمام؟ هذا الهومورك مالتكم اللي راح نسوي به discussion الأسبوع القادم next week. أوكي؟ لحد هنا أنا واضح؟ أعيد في الفقرة.
أوكي شكلها واضح مو واضح أنا ما أعرفه، هي بقت يمكم هي مو يعني مو difficult. أوكي دكتورة واضح. أوكي هنا عندنا الريزلت، طبعا الريزلت هنا راح تكون البلوت سمير از هتكون نورمال اف يو البلوت سيلز مالتي نورمال، يعني من حيث الشيب اند ذا نمبر. اوكي راح تطلع عندي اذا الشيب اند ذا نمبر اوف ذا بلوت سمير اوف ذا بلوت سيل سوري ذا بلوت سيل نورمال، البلوت سمير ما راح تطلع نورمال. But if you I have a problem or defect or the disorder in the this size or this shape or this color, then راح تبين عندنا blood smear مالتنا abnormal. Okay. بس راح نجي على كل وحدة شنو نقدر نقول عنها شنو الكيسات. Okay. شنو الكيسات اللي راح تكون اللي هي السبب بهذا disorder. تمام. عندنا مثلا اول فقره اللي هي عندنا ريد بلاد سيلز. احنا عندنا ديسوردر معناتها اول شيء عندنا ايرون ديفيشي انيميا. طبعا هاي الانيميا وين ذا بودي كان نوت برودوس انف اوف ذا ريد بلاد سيلز، راح يصير عندي اني ديكريزز ان ذا نمبر اوف ذا ريد بلاد سيلز. من راح يصير عندي ديكريزز بالريد بلاد سيلز اوس راح يكون عندي ديكريزز بالايرون. تمام بالايرون، لان احنا قلنا الانسايد او ذا ريد بلاد سيلز اللي هو الهيموغلوبين. تمام اللي داخل الهيموغلوبين راح يوجد الايرون. اوكي انسايد ذا ريد بلاد سيلز وي هاف هيموغلوبين، الهيموغلوبين راح يحتوي الفاوند الايرون. من راح يكون انا عندي نقص، تمام راح يصير عندي نقص بالايرون. شفتوا شلون وحده مرتبطه بالثانيه. اوكي also عندنا هنا السكلسل انيميا. السكلسل انيميا انهرتد ديزيز، هذا مرض وراثي. تمام يتورث الابناء عن طريق الاباء. احنا شلون راح نميز هاي التايب اوف ذا ذس انيميا؟ انا راح اميزها من ذا شيب اوف ذا ريد بلاد سيلز. الشيب مالتها راح يكون اب نورمال. تمام اللي راح يكون اللي هي أصلاً السكلسل أنيميا هو اللي فقد الدم المنجلي، فراح تكون الشيب أو الريد بلاد سيلز راح تكون مثل منجل أو مثل نصف قوس أو هسه موجود السادة أشوفكم إياه. أوكي الهيماتوكوريك سيندروم only also this type of the disease الانفكشن مالته راح يكون بالدايجستيف سيستم. تمام راح يكون بالجهاز الافكت هناك راح يكون على الدايجستيف سيستم بالجهاز الهضمي. اصلا عندنا البولوسايتيميا. البولوسايتيميا انتم ماخذينها قبل. تمام اللي هي راح يكون بها increases the number of the red blood cells. تمام راح يصير اني عندي increases the number of the blood cells. شوفوا الفرق بين السكلسل انيميا والبولوسايتيميا. الفرق الديفرنت السكلسل انيميا احنا عندنا البروبلم ان ذا شيب اوف ذا ريد بلاد سيلز. اوكي بينما البولوسايتيميا البروبلم هنا عندنا وين؟ بالنمبر اوف ذا ريد بلاد سيلز. فقلت لكم وي هاف ديفرنت بتوين ديزيز الكوز ذا نمبر اوف ذا ريد بلاد سيلز والاور ذا شيب اوف ذا ريد بلاد سيلز. تمام هاي بالنسبه للريد بلاد سيلز. عندنا بعد disorder of the white blood cells اللي هي عندنا الاكت or chronic leukemia. leukemia type of the blood cancer. تمام اللي راح تكون also بما انه هي type of the blood cancer الافكت هنا مالتها راح يكون on white blood cells. تمام اللمفوما also type of the cancer بس هنا الكانسر مالتنا راح يكون بالليف. تمام اللي هنا الليف اللي راح يكون اللي we have effect on the immune system. تمام لان الليف كل الفاكشن مالته
والأجسام مالته كله راح يدخل بالإميونو سيستم. فهنا اللمفوما اللي هو type of the cancer effect on the immune system. Okay. The HIV virus also affect on white blood cells. الهيباتيتس طبعا type C. هذا also affect on blood cells, white blood cells. عندنا الباراسايت والفانجاي انفاكشن راح also الافكت مالتها على الوايت بلاد سيلز. بس هنا كل تايب راح ياثر على يعني كل انفكشن سوري كل انفكشن راح ياثر على تايب اوف ذا وايت بلاد سيلز. اوكي اخذناها في تك اند سي بي سي تمام اخذناها بالسي بي سي. also عندنا الليمفوما الامراض اللي تتعلق باللمفوما. اوكي اني ديزيز الى ريليشنشيب بتوين اللمفوما also الافكت مالتها راح يكون على الوايت بلاد سيلز. هاي بالنسبه للكيسات اللي راح كيسات البلاد سمير اللي الافكت مالتها راح يكون على الوايت بلاد سيلز. اما عندنا الكيسات الكيسز راح يكون الافكت للبلاد سمير اون ذا بليتد. اول شيء عندنا من بروفايل ريليتد ديزيز. طبعا هذا المرض جروب اوف ذا ديسوردر الكيسز مالته هنا هذا المرض الافكت مالته راح يكون ان ذا بون مارو. هذا البون مارو راح برودوس سيلز ذات ابنورمال لجرو تمام النمو مالته ابنورمال of the cell. فهي already من ينتجها تمام البنوة من راح ينتجها راح تكون الجرو مالتها abnormal فهذا الافكت مالتها راح يكون على البليتد. also الثرومبوسيتوبينيا تمام قلة الصفائحات لان راح يكون عندي decreases the number of the blated. the blated هذا راح يأثر لنا اللي هنا راح تكون عندنا على انفكشنات محددة وسبب لنا another disease. also عندنا the blood smear also عندها بعض الحالات يعني نقدر نقول على أعضاء أخرى تمام اللي هو liver disease والkidney disease والhypothyroidsemia اللي هو أمراض الغدد الدرقية تمام. أوصل راح تكون هاي الأمراض إلها إفكت على البلد سمير. أوكي نجي على النورمال and abnormal of the range. طبعا هنا أنا عندي range مالتي راح يكون different between lab and the lab. why? because كل مختبر إلى طريقته الخاصة. أوكي الى البروسيجر ماتل وورك تمام الستين اللي راح يستخدمها. السبب الاهم اللي هو diagnosis of the microscope. اوكي maybe I see 10 of the red blood cells, another one I can see only 9 تمام. فهذا اختلاف راح يصير بالنورمال رينج لان التشخيص مالتي راح يكون بالمايكروسكوب. فاني مرات اني اشوف بس 10 اوكي يجي شخص اخر لا اشوف 9 يجي الثاني لا اشوف اكثر 12 او 11. فهذا الاختلاف يعني هذا الاختلاف بالاضافه الى انه ميبي اني مثلا مختبر راح ياخذ بلاد من الفين تمام واكو لا يجب ياخذ بلاد من الفينجر. لو انتم هنا موجودين اوزو كان الورك مالتنا كان على الثام تمام ناخذ بلاد من الثام نخلي قطره واحده لان احنا نحتاج احنا قلنا نستخدم الكابيلاري بلاد when I need very small amount of the blood. فاني هنا I need only drop. اوكي فاحسن ما اني اسحب من البيشنت في كميه وللسهوله تمام easy and fast I use the thumb to take one drop تمام.
بس هشوف هذا السلايد اللي هشوفوه. هذا هنا normal blood smear تمام. هنا راح تكون هاي طبعا الريد بلاد سيلز تمام، والسمول بوينت هاي الاشياء الصغار بينات هاي اللي هي البليتت. بس هاي المصبغه تمام، هاي المصبغه هي الوايت بلاد سيلز اوكي. هذا بالنسبه للنورمال. هنا راح اشوفون هنا سلايد اب نورمال. ليش اب نورمال؟ اول شيء النمبر كلش قليل تمام. Also and the shape irregular تمام. هذا shape unnormal. Also this unnormal. والnumber also abnormal. فهذا slide abnormal. بعد عندنا سلايد لسكوسل انيميا. لسكوسل انيميا بعو this this also this this. هذا اللي اقصد به راح يكون هذا الشيب اوف ذا بيتا بلاد سيلز. العام اجتهم هاي السلايدات وكان مطلوب من عندهم انه الدايجنوزز التشخيص. من راح أقول لكم الشخصون السلايد أوكي. راح تشوفون النمبر والشيء مالتها. إذا the same first slide normal. عندنا second slide. لا second slide راح أشوف إنه لا نمبر ولا شيء normal تمام. هذا abnormal. أما السكالسن أنيميا فهو very clear from the shape of ريت بلاد سيلز اوكي. المحاضره كلير. هاف يو اني كويستشن دكتوره؟ بس السلايد اللي قبل شنو كان التشخيص مالته؟ الثاني لو الثالث امنه الاول دكتوره ذاك اللي قلتي عليه انه لا الشيب ولا السايز انه يكونون ابنورمال. بس راح تكتبون abnormal blood smear نفس اللي مكتوب تمام. الاول سلايد نورمال، سلايد الثاني abnormal، والاخير سكالسل انيميا اوكي تمام. بعد احد عنده سؤال؟ المحاضرة واضحة؟ دكتورة واضحة. فهسه سبق اول شيء ما نزلت رابط الحضور. ثاني شيء انتي مغروب دي